أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى هاشتاغ كورونا، والذي نرصد فيه تفاعل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. واليوم ينضم إلينا الزميل سلمان النجار من الدوحة. أهلا بك سلمان. إذا يعني الهاشتاغ الوحيد المسيطر ربما على مواقع التواصل الاجتماعي متعلق بكورونا وخليك بالبيت. نعم بالتأكيد ديما، مساء الخير لك ولكل المشاهدين، وليحفظ الله الجميع. بالتأكيد موضوع كورونا هو موضوع الشغل الشاغل أيضا للقطريين على مواقع التواصل الاجتماعي. لا شك أن الإحصائيات الجديدة تثير مزيدا من المخاوف، والإجراءات تهدئ أحيانا من هذه المخاوف، وبين هذا وذاك يغرد القطريون. لنبدأ من الهاشتاج الأول، وهو الهاشتاج في الحقيقة الأول والثاني هو هاشتاج لأجل قطر خلك في البيت، والهاشتاج الثاني سلامتك هي سلامتي أو سلامتك هي سلامتي. لنبدأ من الإدارة العامة للمرور في بادرة رصدناها هنا في الشوارع القطرية، وضعت لأجل قطر خلك في البيت على سيارات المرور، وبعض سيارات الشرطة أيضا تشارك في هذه الحملة، بمعنى أننا موجودون في الشوارع وأنتم ابقوا في المنازل كما أوردت الإدارة العامة للمرور. نذهب إلى حمود اليزيدي الذي كتب على الصورة، يقول: أخوي الغالي خالد عبد الله اليزيدي، الله يعطيك العافية أنت وفريق العمل في مؤسسة حمد الطبية على الجهود الكبيرة التي تبذلونها بشكل يومي. أنتم في الصفوف الأمامية، الله يحفظكم من كل مكروه، والله يحفظ قطر وكل من يقيم عليها من كل مكروه وسوء. غرد على هاشتاجين: لنتكاتف من أجل قطر، ولأجل قطر خلك في البيت. محمد الشهواني غير اسمه على حسابه في تويتر، أصبح اسمه محمد الشهواني قاعد في البيت. أورد تغريدة يقول: المثل لا فات الفوت ما ينفع الصوت، اقعدوا في بيوتكم واحموا أنفسكم وأهلكم ووطنكم. لنتابع جزءا مما قاله محمد الشهواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتكاتف من أجل قطر وأهل قطر والمقيمين في قطر، فلنكن عونا لتميم المجد، فلنكن عونا لوزارة الصحة ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية. الله يرحم والديكم، قعدوا في بيوتكم كلها فترة بسيطة وتعدي على خير بإذن الله. نعم ديما، الخطوط الجوية القطرية نالها بعض النقد ضمن الحديث عن كورونا، وكتبت ياسمينة تقول: هل تعلمون أن كل القطريين اللي انصابوا بالفيروس هم المسافرون واللي وصلوا من السفر مؤخرا وممن اختلط بهم، وما زال العداد شغال بسببكم لأجل قطر خلك في البيت. لا شك أن القطرية تكلموا عنها كثيرا، لكن القطرية تقول أنها تسير رحلات ترانزيت ورحلات شحن ورحلات فقط للقطريين للدخول إلى الدوحة، وتعلن هذا بشكل رسمي. نذهب إلى سعود بن فواز العجمي، كتب يقول: هذا الإعلامي فترة بسيطة عقبها الله يحييك، معود وإحساس الفنان الخلوق فهد الكبيسي. وأيضا غرد على نفس الهاشتاجات تقريبا: قاعد بالبيت وقطر تناديك خلك بالبيت. لنتابع جزءا مما أعده الفنان القطري فهد الكبيسي على هذا الفيديو. مساكم الله بالخير، هذه كلمات وصلتني عن طريق الواتساب، ما أدري من لا والله، لكن جميلة. ألزم مكانك وأنا بلزم مكاني، تكفى طلبتك لا تجيني ولا أجيك، ترى الوقاية خير والعمر فاني، والعمر عند اللي يميتك ويحيك، عشانك وعشان ذاك وعشاني اخذ الوقاية جعل ربي يعني. نعم، نذهب من أنغام وصوت الفنان فهد الكبيسي إلى لاعب المنتخب القطري العنابي المعز علي المهاجم المعروف، الذي أورد على حسابه صورة دون أي تعليق، ربما هي تغني عن أي تعليق، حول من يقومون بحماية قطر في هذه الأوقات كما يظهر
في الصورة. ننتقل مباشرة إلى خالد جاسم الذي أيضا تغير اسمه إلى خالد جاسم قاعد أو قاعد في البيت. كتب يقول: شوارع الدوحة حاليا يطلبون منا الجلوس في بيوتنا مرتاحين وهم يشتغلون ليل نهار، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. شكرا رجال قطر المخلصين لأجل قطر، كلنا في البيت. لنتابع جانبا من هذا الفيديو لرش المعقمات في الشوارع القطرية. نعم، ننتقل مباشرة إلى حمد فضل اليافعي. كتب يقول: أول اجتماع اليوم عن بعد وتقرير آخر اليوم وما تم إنجازه من أعمال. محامي قطري حمد فضل اليافعي وصاحب مكتب للمحاماة عقد اجتماعا عن بعد مع موظفي المكتب لمتابعة الأحوال. ننتقل مباشرة من المحامي اليافعي إلى بومجلي شيخ الخوال الذي يكني نفسه شيخ الخوال بمعنى شيخ السود أو السمر، وكتب يقول: الطقوس عند الخوال في الحجر المنزلي وتحتها بومجلي إيكيا، وبومجلي معروف بأنه صاحب روح خفيفة ويعلق كثيرا على الأحداث بأسلوب ساخر. لنتابع ما قاله عن الخوال وهذا الفيديو. دعينا نذهب ديما إلى آخر فقرة أو آخر من علق على موضوع كورونا. كتب حمد القحطاني يقول: أنتظر ذلك اليوم الذي تخرج علينا فيه السيدة لولو الخاطر وهي المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات. تقول: بيان عاجل، اليوم تعود الحياة الطبيعية في قطر، اليوم يرفع الحجر الطبي عن الجميع، اليوم لا حالات لدينا، اليوم لا مرضى لدينا، اليوم قضينا على فيروس كورونا، اليوم نتنفس من جديد، على أمل أن يأتي هذا اليوم. نعم سلمان، كل الدول العربية وكل دول العالم بالتأكيد. نعم سلمان، أعتذر على المقاطعة، شكرا جزيلا لك، نتمنى السلامة للجميع.